اهلا بكم تلاميذ الجيل المشترك، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفو تتمة ديال تصحيح الفرض رقم واحد خاص بمادة الرياضيات. ومن طبيعة الحال الناس اللي دخلوا اول مرة، يعني مازال ما شافوش التصحيح ديال الجزء الاول، غادي تلقاوه هنايا، في غتشوفوا الرابط هنايا، ولا غادي تمشيو لصندوق الوصف. ضروري خدموا هذيك الجزء، راه مهم بزاف، وحاولوا تدخلوا لصندوق الوصف كذلك، غادي تلقاو جميع التمارين وغادي تلقاو الفروض ديال الفيزياء. حاولوا تخدموا داكشي كامل، ان شاء الله غادي يكون الكمال وتوفيق. فوالا، دونك بالنسبه للتمرين الثالث اللي وصلنا في الفرض هو هذا، عليه 6 نقاط. ابي سي ان تريونجل او اف بي 3 بوان تيل كو، يعني عندنا واحد المثلث ابي سي وكاينين هاد النقاط، بحيث انه ها هي العلاقه اللي كتربط بين المتجهات. السؤال الاول مونتري كو سي بي قال جوج سي بي. المهم غادي نمشيو دابا للتصحيح ونمشيو دقه دقه. بالنسبه لهاد الاسئله ملي كيقول لك مونتري كو، هاد مونتري كو عندك واحد الحاجه اللي كتستعمل هي علاقه ديال شال، وكنحاولوا ندخلوا واحد الحرف مثلا بحال هادي. قال لي مونتري كو سي بي ايغال جوج سي بي، يعني كناخد هاد سي بي كنحطها كيف ما هي، يعني كندير سي بي، كنشوف اشنا هو الحرف اللي غادي ندخل ويعطيني النتيجه. من طبيعه الحال كنشوف هادو اللي عطاوني، عندنا ا او وعندنا اف وعندنا ابي، دونك من الاحسن ندخل الحرف ا. علاش؟ لانه ا موجوده، يعني تقدر تعطيني نتيجه. انا غندخل هنايا ا، دونك سي بي غندير سي ا زائد ابي، لانه هاد الحرف هذا ملي كندخلوه نفس الحرف في الوسط راه كندوز نيشان من هاد الحرف لهذا، يعني بحال هاد المتجه سي بي راه هي هادي نيت، واضح؟ يعني سي ا زائد ا بي، هادي هي علاقة ديال الشال. دابا كنشوف التعويض بالنسبة لسي ا، كنخليها انا خليت سي ا، كنشوف هاد ا بي راه عندي في المعطيات، ها هي ا بي كتساوي جوج ا بي ناقص ا سي، كنجيبها ونحطها. انا درتهم بلون مغير باش يبان لكم، يعني هاد ا بي هادي هي اللي عوضت، منين جبتها من المعطيات ها هي. وبالنسبه للسي ا خليتها، ثم غندير واحد الانتقال واحد اخر، ولكن ضروري خصني نعرف واحد الخاصيه شناهي هي، انه الا كان عندي لو فيكتور ا بي راه كيساوي ناقص لو فيكتور بي ا، يعني الا قلبتي هاد الحروف شكون اللي سابق؟ سابق الحرف ا، وبي هو اللي في التالي، دونك الا قلبتيهم زعما الا بديتي ببي وخليتي ا هي الاخرانيه راه كدير واحد الناقص. هادشي بالنسبه للمتجهات. فوالا، دونك نقدروا نديروا هاد القضيه بالنسبه لهاد ناقص ا سي، يعني نقدر نبدل بلاصه سي وبلاصه ا، يعني غتجيب سي هنايا وتجيب ا هنايا، ولكن خصك دير واحد الناقص، وحيت هادي اصلا عندها واحد الناقص يعني غتولي زائد. بطريقه اخرى هي انه ملي كنقلبوا الحروف ديال المتجهه كنقلبوا الاشاره، يعني هادي كانت ناقص غتولي زائد، وكانت ا سي غتولي سي ا. فوالا، عندنا سي ا ونزيدو عليها سي ا وحده اخرى، هي جوج ديال سي ا هما. وبالنسبه لجوج ا بي راه كاينه اصلا، وبالتالي نقدروا نديرو واحد المرحله اخرى. شنو هي؟ غادي نعملو بجوج، احنا عملنا بجوج، بقات لنا هنا سي ا وهنا ا بي، يعني ما درنا والو، فقط درنا التعميل بجوج. و الى شفنا عاوتاني هادي راه فيها شال، الى شفتو ا كاينه هنا وكاينه هنا، وبالتالي راه نقدر ندوز نيشان من سي لبي، وبالتالي غادي تولي هاد جوج هي هادي. وبالنسبه لهاد لاسوم راه كيعطيني سي بي، وانا وصلت النتيجه لانه انطلقت من سي بي وبينت باللي كتساوي جوج سي بي. فوالا، كان هذا هو السؤال الاول. ندوزو للسؤال الثاني، كونستخويغ لا فيغور. بالنسبه لهذا ديال كونستخويغ لا فيغور، اللي عنده مشكل يقولها لي في لي كومونتير، نحاول ندير بزاف ديال التمارين. من طبيعه الحال هادشي الا باقي الفرض، اما الا كنتو غدوزو هاد الاسبوع حاولوا تشوفوا غير دوك التمارين اللي درنا العام اللي فات، انا نخليهم لكم في صندوق الوصف، وراه غادي يكون خير ان شاء الله. دونك غادي نبداو. اولا اعطونا ا بي سي ان تريونجل، ما عطاوناش الاضلاع ديالو شحال فيهم، اذا كنجي نرسم بكل بساطه، كنرسم واحد تريونجل ا بي سي، تقدر دير هنا بي تقدر دير هنا سي، ما كاينش مشكل، انت اختيار هذاك ديالك، واضح؟ ثم شنو عطاونا في المعطيات؟
قال لك باللي AE كتساوي 3 على 2 AB. دائما الشباب هاد العدد اللي كيكون في الكسر، شوفوا معايا ان الكسر هو اللي مهم. اذا AE كتساوي 3 على 2 AB، يعني كنمشي لهاد AB هادي كنقسمها على 2 لانه عندي 3 على 2. المهم كنشوف المقام، العدد اللي كاين في المقام كنمشي نقسم ديك القطعة على داك العدد. اذا AB غنمشي نقسم القطعة AB على 2. من طبيعة الحال بالمسطرة تقدر تبان لكم هادي ما مقسمش على 2 لانه درت غير بطريقة عشوائية. المهم غتقسم انت بالمسطرة ولا بديك الطريقة ديال البيركار. المهم هادي هي النص ديالها. مزيان، 3 على 2 شنو المعنى ديال 3 على 2؟ يعني كناخد 3 ديال هادو، واضح؟ كناخد 3 من هادو، يعني ها واحد ها جوج، خصني نزيد وحده اخرى. يعني فين غندير هذيك الوحده؟ خصني نزيدها، يعني نفس العبار. هذا العبار هذا هو هذا، وكتعبرو بالمسطره باش تاخذ منهم 3 على 2، مفهوم؟ اذا هذه هي 3 على 2، اولا بطريقه اخرى هي 1.5، حيت الا درتي 3 على 2 كتعطيك 1.5، يعني بحال القطعه AB والنص ديال القطعه AB. ها هي القطعه AB والنص ديالها راه هو هذا اللي زدت بالزرق، بحيث انه هذه المسافه هذه راه هي هذه، مفهوم؟ دونك هذه هي النقطه او. والا شفتوا واحد القضيه، عندنا ا هنا و ا هنا، ملي كتعاود كيتعاود نفس الحرف، يعني ان دوك النقاط خصهم يكونوا في نفس الضروات، يعني بثلاثه بهم خصهم يكونوا في نفس الضروات. دونك هذه هي النقطه او. ثم بالنسبه للاف، نقطة اف، قال لك بحيث انه اف كتساوي 3 ديال اسي. ها هي اسي كتعبرها بالمسطرة شحال فيها، وفين غادي تمشي ترسم؟ من طبيعة الحال غترسم في نفس المستقيم، يعني في نفس الاتجاه وفي نفس، يعني في هذا المستقيم هذا. علاش؟ لانه عندي الحرف مشترك هنايا ا وهنا ا، كتعبر هذه المسافة هذه بالمسطرة ديالك شحال فيها. مثلا لقيتي فيها 2 سنتيمتر كتزيد 2 سنتيمتر عاد 2 سنتيمتر وحده اخرى، لان قال لك 3 ديال اسي، يعني بحال ما الشكل هذا باش تبان لكم. ها هي اسي، ها هي اسي وحده اخرى، ها هي اسي وحده اخرى. دونك هادو هما 3 ديال اسي، وكنجي كندير النقطه اف. فوالا، بقات لنا النقطه بي فين غتكون، بحيث انه ابي كتساوي 2 ديال ابي ناقص اسي. دونك 2 ديال ابي، يعني فين هي ابي؟ ها هي ابي، هي هاد المسافة غتعبرها بالمسطرة ديالك. جوج منها يعني غدوبلها، غتزيد منها قطعة واحدة أخرى. هذه هي أبي من هنا تلهنا، كتزيد واحد العبارة أخر ديال أبي، كيجي هنايا في هاد النقطة هادي، ما غتسميها ما والو، حيت ماشي هادي هي بي. لا، المهم هو أنه كتاخد 2 ديال أبي. ها هي أبي من هنا تلهنا، عبرها بالمسطرة شحال فيها، وزيد واحدة أخرى، صافي كدير واحد النقطة. دابا حنا صوبنا 2 ديال أبي، غادي نديرو ناقص أسي. هاد ناقص أسي نقدرو نديرو ليها زائد، ونديرو بين قوسين ناقص أسي. ولكن فين هي ناقص أسي؟ أسي هي هادي. إلا بغيتي ناقص أسي كتمشي للجهة الأخرى، يعني كدير كتعبر من هنا لهنا، كتعبر هاد المسافة هادي، يعني كتعبر بالمسطرة ديالك. هادي هي أسي. ولا بغيتي ناقص اسي كتهبر كترسم للجهه الاخرى، ولكن نفس المسافه، يعني هذه اسي وهذه ناقص اسي، واضح؟ وكدير بحال هذه هي النقطه سي، بحيث انه هذه المتجهه هذه، هذه المتجهه كتولي هي ناقص اسي. ودابا الا بغيت نجمع المتجهه ناقص اسي، فين هي المتجهه ناقص اسي؟ هي هذه، هذه هي المتجهه ناقص اسي، بغيت نجمع مع هاد المتجهة. هاد المتجهة راه هي 2 AB. اشنو كندير؟ كندير بحال لا غادي نرسم متوازي الاضلاع، كنطلع واحد النقط متقطعة هكا، ونطلع وحدين دايزين من هنا، بحيث انه هاد النقط المتقطعة يكونوا موازين لهاد الضلع هذا، وهاد النقط المتقطعة يكونوا موازين لهاد الضلع هذا. البلاصة فين كيتلاقاو كنمشي لهاد الاصل هذا، حيت عندهم النقطة A مشتركة، كاينة A هنا و A هنا و A هنا. دونك كنمشي لهاد النقطة هادي كنرسم واحد لو فيكتور إلا بغيتي. أنا مرسمتش لو فيكتور، رسمت غير النقطة، يعني غتمشي لهنا وترسم واحد لو فيكتور غادي حتى توصل هنا. هادي هي النقطة بي. فوالا، ندوزو للسؤال التالت. مونتخي كو P
PF يقال موان دو AB بليس 4 AC. وكذلك غادي نبينو بلي EF كتساوي ناقص 3 على جوج AB زائد 3 AC. فوالا دونك هادو كنستعملو شال. دونك PF كنحطوها كيف ما هي، كنحاول ندخل ليها واحد الحرف. من طبيعة الحال الحرف اللي كندخل هنايا كندخل A، علاش؟ لأنه كتير هنايا كاين A، فيما مشيتي كتلقى A. راه ممكن تدخل واحد الحرف اخر ولكن غادي تطول الطريق. انا دخلت هنا A، دونك بي اف درت ليها بي A زائد A F. فوالا. وبالنسبة لبي A نقدر نقلبها، يعني نقلب الحروف ديالها، ولكن كنبدل ليها الإشارة. كانت بي A الى قلبت الحروف، يعني الى درتها هي A P كتولي كدير واحد الناقص. قاعدة، علاش هادشي؟ علاش غنقلبها؟ علاش ما نخليهاش هكا؟ تو سامبلومون حيت عندي في المعطيات A P، واضح؟ عندي في المعطيات ابي. وبالنسبه لا اف واش غنخليها ولا ندير لها شي حاجه؟ لا، غادي نخليها. علاش؟ لانه عندي اصلا اف في المعطيات، وبحيث انهم كيطلبوا مني ندير هاد المتجهه بدلاله ابي واسي، وهاد المتجهه اف اصلا راه فيها اسي، وهاد ابي هادي راه فيها حتى هي ابي واسي. دونك مزيان، دابا غندير غير التعويض. يعني بالنسبه للناقص ابي غادي نعوضها، ها هي ابي، ولكن الا درتي ليها ناقص حيت عندي ناقص ابي، ها هي ناقص ابي. الا دخلتي ليها ناقص لهنايا غتدخل ناقص هنا ودخل ناقص هنا، دونك هادي غتولي الا دخلتي ليها ناقص هي ناقص جوج ابي، ها هي. وهادي الا دخلتي ليها ناقص اصلا هي ناقص كتولي زائد اسي، صافي. دونك هاد الكتبه اللي بالحمر راه هي ناقص ابي، وهاد اف اللي بالزرق كنبدلها كندير 3 اسي وصافي كنجمع. دونك بالنسبه للناقص 2 ابي زائد اسي زائد 3 اسي، اسي زائد 3 اسي هي 4 اسي، وبالتالي احنا بينا هذه بكل سهوله. نمشيو للاخرى. بالنسبه للاو اف كتساوي او ا زائد اف، يعني حتى هي دخلت ليها ا، دخلت ا في الوسط. وشنو غندير بالنسبه للاو ا؟ نقلبها، يعني نقلب الحروف ديالها وندير الناقص. علاش هادشي؟ لان عندي في المعطيات ا او باش تولي عندي ا او، وبدلت يعني بدلت الحروف ودرت الناقص. وبالنسبه لا اف خليتها، علاش؟ لان عندي في المعطيات. ونفس الطريقه بالنسبه للناقص ديال ا او، ها هي ا او 3 على 2 ابي، ولكن الا درنا ناقص ها هي هاد الناقص 3 على 2 ابي. بالنسبه لا اف كنبدلها كندير 3 اسي، صافي. هذه هي اللي بغاو. وندوز دابا للسؤال الموالي. ديدوير كو لي بوين او اف بي سون تاليني. اليني هي نقط مستقيميه. نقط مستقيميه باش نعرف انهم، باش نبين ان شي نقط مستقيميه خصني نبين باللي واحد المتجهه من هذوك النقاط كتساوي واحد العدد مضروبه في متجهه من هذوك النقاط، واضح؟ دونك بويسك حنا خدمنا التمارين من قبل، يعني خدمنا هذا السؤال، هذا خدمنا هذا فيه الا شفتو فيه بي اف وفيه او اف، يعني فيه بالضبط هذوك النقاط، فيه بي وفيه اف وفيه او. دونك كنخدم بهاد النتيجه هذه، ما نضيعش يعني المجهود ديالي ونبقى نعاود من الاول. غادي ندير اون، هادشي بيناه في السؤال اللي قبل، ونفترضوا كاع ما بينتيه، ها هما هادشي هذا اللي بين في السؤال اللي قبل في سؤال 3، ولكن نفترضوا كاع ما بينتي راه غادي تخدم به، لانه مادام قال لك بين يعني راه صحيح هادشي. دونك غتقول اون تاخد هادي ولا هادي، واضح؟ انا خديت دابا اون بي اف كتساوي هادي، ولا تقدر انت دير اون او اف كتساوي، انت حر، ماشي مشكل. نوريك شنو غدير، نوريك دابا شنو غدير. هنا غنجبد ابي، غادي نجبد من هنا ابي ولا نجبد اسي؟ علاش؟ لانه الا جبدت ابي من هنا كنمشي نعوضها هنايا، ولا جبدت اسي من هنا كنمشي نعوضها هنا. المهم كدير اون وحده من هادو وكتجبد منها ابي ولا اسي وكتمشي تعوضها في الاخرى. هادشي اللي غندير. دابا درت هادي، غادي نجبد منها ابي. شوفوا معايا، غنهز هاد ناقص جوج ابي نديها لليسار غتولي زائد جوج ابي، ها هي. وبالنسبه لهاد بي اف غنديها لليمين كتولي ناقص بي اف. وهنا غنقسم كلشي على جوج، غنقسم هادي على جوج، ها هي، ونقسم هادي على جوج،
ونقسم كلشي على جوج. ملي غنقسم هادي على جوج كتمشي جوج مع جوج، كتبقى لي غير ابي، لانه بغيت ابي، الهدف ديالي هو ابي. وهذه الا قسمتيها على جوج كتولي 4 على جوج، هي جوج، جوج اسي. وهذه بي اف على جوج كتبقى، مفهوم؟ دونك اي اون دابا كنجيب هذه حتى هي عندي كتساوي ناقص 3 على جوج ابي زائد 3 اسي. شنو كندير؟ كنعوض، كندير هاد العدد ناقص 3 على جوج ها هو، ولكن هاد ابي كنحيدها، كندير هاد التعبير ديالها ها هو. التعبير ديال ابي هو هذا، يعني جوج اسي ناقص بي او بي اف على جوج. وكندير زائد 3 اسي، هي 3 اسي خليتها. عندنا ناقص 3 على جوج، الا ضربناها في جوج كتمشي هاد جوج، هاد جوج هادي كتختزل. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا ناقص 3 فوا اسي، حيت هاد جوج غتمشي، دونك غتبقى ناقص 3 اسي. ولا شفتو هنا زائد 3 اسي، يعني ناقص 3 اسي زائد 3 اسي، دونك نحيدهم من الديبار، يمشيو ما عندهم ما يديرو. وعندي ناقص 3 على جوج، الا ضربتها في ناقص بي اف على جوج، يعني غتولي هي ناقص مع ناقص هي زائد، وثلاثة في بي اف هي ثلاثة بي اف هي، وبالنسبة لجوج في جوج هي 4. واضح هادشي اللي خرج لي؟ وبالتالي استنتجت باللي او اف كتساوي واحد العدد مضروبة في بي اف، وبالتالي هادوك النقط راه مستقيمية. ديما ملي كتلقى المتجه اللي كتكون من جوج من هادوك النقاط كتساوي واحد العدد مضروبة في المتجه اللي كتكون من جوج من هادوك النقاط من نفس النقاط، يعني ماشي بالضبط او اف وهنا تكون او اف، لا راه ما يمكنش. يعني ها هي او، ها هي اف، وها هي بي، وها هي اف. دونك راه كاينه واحد العلاقه رياضيه بيناتهم، يعني راهم اليني، وكيكون واحد الحرف مشترك. شفتوا هنا ضروري خص يكون واحد مشترك، ها هي اف وها هي اف، ضروري باش يكونوا اليني. دونك كنقول دونك لي بوين او اف بي سون اليني. نمشيو دابا لاخر سؤال. سوا اي لو ميليو دو ابي، ها هي القطعه ابي، و اي هو المنتصف ديالها، صافي. مونتري كو سي اي قال واحد على جوج ابي ناقص اسي. غندير سي اي كتساوي، كندير ليها شال سي ا زائد ا اي. بالنسبه للسي ا سهله، نقدروا نديرو هاد السي ا نبدلوها، يعني نبدلو ليها الحروف، يعني نبدل البلايص ديال الحروف وندير ناقص ونبدل الاشاره. سي ا كتساوي ناقص اسي. وبالنسبه للاي ها هي اي، هاد المتجهه اي راه هي المتجهه ابي على جوج، لان الا خدينا المتجهه ابي وقسمناها على جوج راه هي المتجهه اي، لان هاد اي هذا منتصف ديال ابي. وبالتالي هاد اي هادي غادي نحيدوها ونديرو هي ابي على جوج. فوالا، دونك هادشي اللي بغاو وهادشي اللي كاين، ونتمنى تستافدوا من هاد الفيديو، وما تنساوش تخليو لنا دي لايك لي كومونتير، وإلا قدرتو أنكم تبارطاجيو فيديو في مواقع التواصل وتبارطاجيو للأصدقاء ديالكم فهذا سيكون أفضل. وما تنساوش تنتظروا الفرض ديال الفيزياء، غادي يكون إن شاء الله في هذا الأسبوع. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم. Thank you.